بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم جميعا. في البداية بطلب من حضراتكم، أتمنى من حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة وتدوس إعجاب عشان نقدر نتواصل معكم ونشوف سوا إيه أهم الطرق والآلات الحديثة في المزارع دلوقتي اللي ممكن نستخدمها عشان تسهل علينا الشغل. دي حضراتكم، احنا لما بندخل وقتي انا رحنا جبنا البقر عشان نوديه للحلابة، بعدين احنا بننظف الاماكن بتاعتهم اللي بيناموا فيها بالمراتب، احنا بنبقى حاطين عليها عموما نشارة خشب على اساس تبقى درة البقر دايما نظيفة. بروح انا بدي بنظف لو في اي حاجة على المرتبة بتاعتها وساخة او كده بنظفها، بس ده المكان دايما ناشف على اساس تفضل الدرة بتاعتها نظيفة، ما يدخلش جواها وساخة او كده تعمل التهابات او كده. دي بتشد الوساخة، دي بتشتغل بموتور شال آليا بتشد الوساخة، سلك هنا بيشدها زي نظام وينش كده، في بكرة قدام بتلف عند البير وفي بكرة في الجنب التاني بتخلط بترمي، هي بتشد الوساخة كلها. حضرتك شوف المكان تحتها نظيف، يعني زي ما تكون نظيف، يعني لان هي الارض هنا اسفلت احسن من انك تحطها في الرمل عشان على اساس انت تستفيد حتى من الوساخه بتاع مخلفات الحيوان كسمات طبيعيه وكده. هي دلوقتي هتشد الوساخه دي كلها توديها على البير ورا، واحنا نبقى نرفع بقى الوساخه بقى سواء بالبير ورا او بحاجه ونحطها في الارض كده. المكان يفضل دايما نظيف عند البقر ينام. اهم حاجه النظافه زي ما قلت لحضراتكم مهمه جدا في صحه الحيوان. بتمنى من حضراتكم تاني ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة واعجاب، وشكرا لحضراتكم.